هذه الخامات والمواد الأولية سيتم توزيعها ابتداء من الأسبوع المقبل على مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في مختلف ولايات الوطن، وذلك لدعم مساهمة أبناء القطاع خاصة الأساتذة والعمال وكل المشاركين في عملية خياطة الكمامات، والتي شرفت قطاعنا وأكدت حرصه على المساهمة الفعالة في الهبة الوطنية لمكافحة كوفيد-19. هذه العملية والتي ستسمح بتوفير هذه الأقنعة الواقية والتي ارتأت انتضح تحت تصرف مديريات التربية الوطنية والموجهة للمؤسسات التعليمية من مدارس ومتوسطات وثانويات، لتوفر أساساً لتلاميذنا الأعزاء حفاظاً على صحتهم، وخاصة في هذا الظرف العصيب، يؤكد مرة أخرى على أنه لا بد من التقيد الصارم من طرف التلاميذ والأساتذة والمؤطرين التربويين والعمال وكافة أفراد الجماعة التربوية للإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية